السلام عليكم، تشاهدون في هذا الفيديو إن شاء الله موعد وتوقيت والقنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب ضد منتخب الكوت ديفوار في مباراة ودية استعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2024 والتي ستنظم إن شاء الله بالكوت ديفوار. فبعد أن ضمن المنتخب المغربي التأهل ديالو إلى نهائيات كأس أفريقيا بالكوت ديفوار، أيضا ضمن منتخب الكوت ديفوار المشاركة ديالو لأنه منتخب البلد المنظم، وسيجرى اللقاء إن شاء الله 14 أكتوبر 2023 على أن يتم التحديد الموعد لاحقا إن شاء الله. المباراة ستدور في مدينة أبيدجان الإيفوارية، ومن المرتقب إن شاء الله نقل هذه المباراة على قناة الرياضية المغربية.